جني جني يا عيوني بحبك وانتي مجنوني. يا جماعة حاس حالي رامي الصياد الصغير، مين بتذكر رامي؟ طيب شوفوا عدتي صياد زي اللي عن جد. وك يا حمود هات الدلة يا حمود عجل بزاد. واهلين وسهلين متابعين الكرام، ازيكم؟ عاملين ايه؟ شكو ماكو يتؤبشوا قلبي. بتمنى انكم تكونوا بخير في اليوم. طبعا اليوم مغامرة كاملة من الصبح للمساء، راح اورجيكم شوي جانب من المغامرات اللي عملتها، من رحلة لصيد السمك، للاحتفال بعيد الاستقلال في امريكا، لزيارة معرض البسكليتات. فهي كانت رحلة ممتازة. طبعا رحت كمان على الغابة فصور جزء من هاي الرحلات، رحلة راح تكون ممتعة كثير. بتمنى انتم تستفيدوا وتستمتعوا بهذا الفيديو. إذا مش مشتركين ادخشوا سبسكرايب وادخشوا لايك وانجوي. يا جماعة أنا الآن في طريقي لرحلة لصيد السمك. هذه الرحلة أول رحلة إلي في هاي الولاية الجديدة. طبعا دورت على أنواع الأسماك الموجودة هون، فشفت أنواع كثيرة. من هاي الأنواع سمك الباس ذي الفم الكبير، وسمك الباس ذي الفم الصغير، وكمان في انواع ثانيه مثل التراوت. فخلينا نشوف شو راح يكون في انواع سمك، وتمنوا لي الحظ. خليكم معي، تابعوني، ادخشوا لايك، ادخشوا سبسكرايب، وراح اشوفكم يا جماعه. خليكم يا جماعه الخير. طبعا مليانه حشرات. هسه بدي اروح على مستنقع او بوند، بدري شو ترجمته، بس انه بحيره صغيره وتتجمع فيها الأسماك من جميع الجهات. بس قبل ما أروح لازمني أعمل بوك سبراي، أرشرش جسمي من جميع الأنحاء عشان ما يخش علي بعوض وحشرات، ما أروح وإنه كل دقدارية هالقدة. فأنتوا تابعوني وخليكم معاي في هذه الرحلة المثيرة، بتمنى أنها تكون مثيرة. يا جماعة حاس حالي رامي الصياد الصغير، مين بتذكر رامي؟ رامي الصياد الصغير. ادعوا لي يا جماعة اني الاقي اسماك. هذا الطريق طلع صعب كثير يا جماعة، مش طبيعي، اكلتني الاشواك، ذبحتني. شوفوا هالمنظر الخلاب اللي وراي، والله منظر بقيب. بقول للشجر للقمر غيب، خليني اقعد مكانك، زماني مش عارف اسولف اليوم. طيب شوفوا عدتي صياد زي اللي عن جد. هين وصلت للمستنقع او البوند، بس مش عارف منين اخش له. والله شكله هذا اللوكيشن جاب لي على مكان غلط، غريب مش طبيعي. بس شوفوا المكان وراي، رهيب حركاته هو. واخيرا وصلت لمكان ممكن اني ارمي فيه الصنارة. شوفوا هذا الخضار اللي هون، طحالب مش طبيعية. بالبداية بحب اقول لكم انه فيش في سمك، لانه بالعادة بكون السمك بتنطوط فالواحد بيعرف انه في سمك او لا، فهون فيش في سمك. بس انتوا يعني ما لكم بالسمك، انتوا استمتعوا بجمال الطبيعة والمناظر الخلابة الموجودة هون. ولحسن الحظ في عندي كرسي، وفي كمان الكاسة هاي إذا بدك تحط قهوتك شايك كذا من هاي الأشياء. طبعا هذاك اللي موجود كبار هناك، أبدأ أشركه بالصنارة. هذا حقل ذرة، ويسكونسن مشهورة في حقول الذرة. طيب خلينا نجهز العدة والكرستاء ونشوف إذا راح نصيد أسماك ولا لا. ويا جماعة رامي الصياد الصغير رمى الطعم بالصنارة، وهينا قاعدين نستنى على الله أمسك لي سمكة. ممكن قاعد بسحب معي. يا جماعة سلافة صيد السمك هاي من الهوايات المملة اللي اندمت اني اجيت اصلا، لانه كنت اعملها بهالزمنات، عمرني ما صيد السمكة. يا اخي شو جايبني والله سلافة. بس يلا مليح، الواحد بغير جوه زي ما تقولون، وبطلع من هالدار بدل ما يظلوا قاعد. فهذه هي الفكرة. وهي قاعد بهز فيها. ايوه
صفيت الصنارة هون وهيني قاعد بستنى عبال ما تلقط لها شي سمكة اللي الواحد يقول ها هيني والله صيدت سمكة مرة بحياتي. بس تعرفوا وشرفي اذا ما صدت غير اترك الصنارة زدتها بالنهر وظل طالع. وبعد رحلة صيد السمك اللي ما صدت فيها ولا سمكة توجهت للغابة. كانت رحلة بالغابة كويسة، راح اشارك لكم الاشياء اللي صورتها في الغابة من ضمنها الشلال، فاستمتعوا بالطبيعة الخلابة. بعد الغابة توجهت لمعرض البسكليتات اللي هو بايك شو. كان فيه تخفيضات كثيرة على البسكليتات. اللي فاجأني بالموضوع الأسعار الغالية كثير للبسكليتات الموجودة، اللي هي بتتراوح من أقل سعر شفته حوالي $500 لأسعار خيالية 1500-2000-3000 دولار. وفي أنواع للبسكليتات مثل ما بتشوفوا في الفيديو، مثل بسكليت الجبل اللي بتم استعماله بالجبل، وبسكليت العادي اللي بتم استعماله بالشارع. فكان عرض، يعني ما بعرف قديش الأسعار راح تكون غير إذا ما كان في عرض عليهم. وبعد ما رحت على معرض البسكليتات انطلقت مباشرة لرحلة ثانية أو جولة ثانية. استأجرت بسكليت من البسكليتات الموجودة. طبعا في أماكن خاصة بتقدر تستأجر فيها البسكليت. طبعا كان بسكليت كهرباء، والإشي الكويس فيه إنه بسكليت الكهرباء تقريبا مثل الدراجة، يعني بسوق سواقة ممتازة، بس إنه أسهل، يعني أسهل من البسكليت العادي. فاستأجرت البسكليت من هذا المكان، وبعدين توجهت لرحلة على البسكليت بجانب البحيرة اسمها ليك لوب. فالناس بياخذوا البسكليت تبعهم، واذا ما عندهم بسكليت بيقدروا يستاجروا بسكليت وبروحوا لفه كامله حوالين البحيره. طبعا اطلالات حلوه كثير، منظر رهيب، وجو كان خرافي لهذا النشاط او الاكتيفيتي. وبعد ما خلصت جوله البسكليت كانت جوله كثير حلوه ومرهقه بنفس الوقت. توجهت لمهرجان أو فيستيفل، وهذا المهرجان هو لعيد الاستقلال. كل مدينة في أمريكا بيعملوا هذا المهرجان لعيد الاستقلال. فبتشوف هناك محلات الأكل أو الفود تراك، وكمان بيطلقوا ألعاب نارية، وكمان بيكون فرق موسيقية، وكثير ناس يعني بيجوا لهذا المهرجان. فاستمتعوا بمشاهدة الألعاب النارية وبرضو بعض عرض الأداء من الفرقة الموسيقية. Well, they never jump up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I bet you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you care to take a damn, well, I'll make a bet with you. Now you play a pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet this fiddle of gold against his soul, but it ain't no better than you. So I said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take you back, you're gonna regret, cause I'm the best that's ever been. Johnny, you're rising up here. إذا عجبكم الفيديو ادخشوا لايك وادخشوا سبسكرايب، واشوفكم الفيديوهات الثانية. مع السلامة.